بقالي شوية بدور على كاونتر استقبال الجيم طبعا، بس لقيت ان مكتب العمليات ده هيقوم بالمهمة احسن كمان. في 6 ادراج، 3 هنا 3 هنا، وفي هنا باب جرار. اقدر استخدمه كمخزن صغير كده، اكيد ليهم استخدامات. بتلمع بس تلميعة محترمة كده ويبقى حلو جدا. دلوقتي بقى انا عايز اكمل شغل الارضيات، وعايز احدد مكان الكيبل كروس عشان احطه فين. عايز اخلص ده كله في اسرع وقت. من اللي كان متوقع طبعا ان الارضيات ما تكفيش، برضه احتاج ازود ممكن بتاع 10 كمان، بس هحسب بالظبط علشان اشوف معايا الماضي برضه قد ايه، لان انا هكمل الباقي رمادي واخضر زي ما انتم شايفين كده. الاخضر طبعا اللي احط هنا في منطقه الفتنس. الحقيقه انا مبسوط جدا ان انا بعمل مشروعي في الوقت ده، لان انا بعشق الشتاء وبعشق الجو البارد، لان ده بيحسسني براحه اكبر وبيبقى في نشاط اكتر. يعني انا بحس ان انا نشاط اكتر في الشتاء عكس ناس كتير بتكسل في الشتاء. لا، هو بالعكس، الشتاء بيدي طاقه اكتر لان الجسم بيبقى محتاج فيه يحرق دهون اكتر كمان، لان عشان يدافي نفسه. بس الحاجه الوحيده اللي انا في الحقيقه مش مبسوط عشان انا بعمل مشروع في الوقت ده، ان كل يوم بروح اشتري فيها حاجه بلاقي الحاجه بتغلى، ممكن نفس الحاجه بالظبط بلاقي الحاجه تغلى. يعني دي اسوء حاجه في التوقيت الحالي. بس الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والحمد لله انا وصلت لهذا الحد، وان شاء الله طبعا انا هكمل اللي انا بعمله، ومبسوط جدا ان شاء الله. متاكد جدا، مبسوط جدا، لان حاجه انا بحبها وحاجه اكيد هقدر ان اطور منها وانفع فيها ناس كتير. هروح دلوقتي اشوف الفوم، بس الاول هحسب اشوف انا محتاج قد ايه، ونروح نجيب الفوم مع بعض ونيجي بسرعه. انا مش رايح اجيب بقيه الفوم دلوقتي، بس انا الاول اخلص الفروقات اللي بين اخر الطايل والسيراميك عشان اقدر اعرف اكتر انا محتاج قد ايه لسه. فانا دلوقتي بعمل الشغل في المنطقه دي.
هو انا كان ممكن طبعا اجيب حد يساعدني في تركيب الارضيات دي، يعني ما كنتش متخيل ابدا ان الاطراف دي هتاخد مني كل المجهود ده، فعلا مش اسهل حاجة ابدا، بس انا فعلا خلصت منها يعني جزء كبير. انا فاضل لي حاجات بسيطة ان شاء الله اخلصها، بس ما اعتقدش اني اخلصها النهاردة. وانا كنت حابب ان انا اعمل ده بايدي احسن، لان طبعا الارضيات دي من يعني هي تعتبر اهم حاجة في الجيم، اللي هي ما تعتبرش اجهزة، يعني هي تعتبر فلورينج ده اهم حاجة بعد الاجهزة على طول. فانا كنت حابب اعمله بنفسي يعني علشان اكون برضو بعمله بمزاج كده وبالشكل اللي انا عايزه. بس هو هيخلص اكيد ان شاء الله هيخلص، بس ممكن طبعا مش النهارده.